المباراة يعني في أكثر من مناسبة ذكرت إن هذه المباراة قد تكون للبعض تحصيل حاصل، يعني إنه يكون المنتخب الياباني يذهب بعيدا، لكن أنا بالنسبة لي كنت أتمنى إنه نظهر بشكل لا يضعنا في مأزق في دور المجموعات، وبالتالي قد نذهب إلى منافس أيضا صعب في دور 16. لكن فوز اليوم وكاساس حقيقة فاجأنا بتغيير كثير من الأمور، سواء كانت بالأسلوب أو بالعناصر اللي خاضت المباراة. هذا خلانا يعني نفكر بشكل آخر بقيمة منتخبنا، وأيضا عاد الحسابات. المنتخب العراقي بفوز اليوم أمام منتخب كبير مثل المنتخب الياباني، يعني مثل ما نقول غير حسابات كل المنتخبات وليس فقط المنتخب الياباني اللي راح يبقى منافس يعني كبير على لقب هذه البطولة. أقصائنا إلى اليوم في هذه المباراة لا يعني أنه إحنا انتهينا، خلاص أنه انتهت كأس آسيا، صار قريب علينا. يجب الجمهور أن يعي أن هذه البطولة تحتاج إلى تركيز كبير، يحتاج المنتخب العراقي إلى استمرار بالدعم، سواء كان من جماهيره أو من حكومته وأيضا من اتحاده. المشوار طويل لكأس آسيا، كأس آسيا اليوم يعني يشارك به منتخبات كبيرة على مستوى عالي، ليس فقط المنتخب الياباني أو المنتخب الكوري، كثير من المنتخبات اليوم تظهر بشكل مميز في هذه البطولة. وبالتالي احنا وضعنا الخطوة الأولى اللي راح تخلي كل الفرق تحسب حساب أنه هذا الشيء أكيد راح يصعب مهمة المنتخب العراقي في المباريات القادمة.